والصعوبات الكبيرة اللي تعيشها الصناديق الاجتماعية ما عاد خافية على حد. تقريب كل شهر 100 مليون دينار مطلوبة لتغطية عجز الصناديق، وهذا ما نجمش يتواصل. الصعوبات هذه أثرت على الخدمات اللي تقدمها الصناديق للمواطنين، وأثرت على المنظومة الطبية وعلى الكنام، على خاطر الصناديق ما هيش قاعدة تخلص في الكنام، وبالتالي الكنام ما هيش قاعدة تخلص في الأطباء وفي الصيادلة. وفي آخر المطاف المواطن هو اللي يعاني، المواطن هو اللي يقعد يستنى أشهر عديدة تفوق 3 أشهر باش يرجعوا له حق فيزيتا ولا حق الدواء، وعجز كل مؤسسة قاعد يتعدى للمؤسسة الأخرى. فاليوم إذا نحبوا المحافظة على المنظومة الاجتماعية، إذا نحبوا المحافظة على المكسب هذا، يلزم نقوموا بالإصلاح. وإحنا في عديد من المرات قلنا أنه الموضوع ما يحتاجش فلسفة كبيرة، يعني على خاطر ما ثماش برشا حلول، والدول اللي عاشت الوضعية هذه كلها مشيت تقريبا في نفس الحلول. وإحنا انطلقنا في الحل وقت اللي أقرينا في قانون المالية مساهمة اجتماعية تضامنية ب1% اللي مداخيلها الكل تمشي للصناديق، ولكن هذا وحده مش كافي ويلزم نواصله في المكونات الأخرى متاع الإصلاح. وإحنا وزعنا عليكم اليوم مشروع أمر يتعلق بإصلاح CNSS، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح CNRPS، واللي هما يمثلوا مقترحات الحكومة اللي قدمناها للشركاء الاجتماعيين. وأحنا الأسبوع القادم باش نطلبوا موقف نهائي من الشركاء الاجتماعيين قبل ما نمرر مشروع القانون على مجلس الوزراء باش نصادق عليه ونبعثوه لمجلس النواب الشعب، على خاطر الوضع دقيق وما ينجمش يصبر أكثر من هك. اليوم نتشاوروا ونتبادلوا الآراء، لكن فما وقت احنا السلطة التنفيذية يلزمنا نقدمه، وهذا اللي باش نعملوه.